وهذا سائل يقول: يا صاحب الفضيلة، ما حكم المرور أمام المصلين في المسجد الحرام؟ لا بأس به للضرورة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمساجد المزدحمة التي لا يكون فيها طريق والإنسان محتاج إلى المرور، لا بأس بذلك. ما جعل عليكم في الدين من حرج. لو ما تمر أمام المصلين ثبت الواقف، أن الصلاة في المسجد الحرام مستمرة ولا فيه مكان ما تجد فيه أحد يصلي، رفعا للحرج لا مانع من ذلك. هذا في بالنسبة لغير المأمومين، أما المأمومون فلا حرج، لأن سترة الإمام سترة لمن وراءه، فإذا كانوا يصلون خلف الإمام فسترة الإمام تكفي. نعم.